ساعات قليلة وينطلق موسم إنشادي جديد على أرض الشارقة، فبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق مساء غد الخميس على الهواء مباشرة أول العروض الختامية للدورة 14 من برنامج منشد الشارقة الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في مسرح المجاز بالشارقة بمشاركة 12 متسابقا تأهلوا إلى التصفيات النهائية. وبذلك يواصل برنامج منشد الشارقة دوره في إمتاع الجمهور المحب للإنشاد والفن الهادف بمشاركة منشدين من مختلف دول الوطن العربي ليغردوا بأصواتهم وبجمال حناجرهم على أرض الشارقة التي تشجع الفن الهادف وتؤسس له. هذا وستقام السهرة الثانية يوم السبت 17 من ديسمبر لتتبعها السهرة الثالثة يوم الأحد 25 من ديسمبر، وهي التي سيتم فيها تتويج الفائز بلقب منشد الشارقة للموسم 14. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من مسرح المجاز بمدينة الشارقة مراسلنا وليد الأصبحي ليطلعنا أكثر على الأجواء التي تسبق انطلاق السهرة الأولى من برنامج منشد الشارقة في نسخته 14. أهلا بك وليد معنا، أطلعنا على آخر الاستعدادات لانطلاق السهرة الأولى من المنشد. نعم زملائي في مركز الأخبار، نتواجد حاليا هنا في مسرح المجاز بإمارة الشارقة حيث تجري الاستعدادات الأخيرة لانطلاق السهرة الافتتاحية لبرنامج منشد الشارقة الذي سينطلق يوم غد الخميس. هذا البرنامج الهادف الذي منذ بداية انطلاقته في العام 2006 وهو يواصل رسالته العالمية الهادفة في مجال الإنشاد، برنامج مهم، برنامج هو الطريق أو بداية الطريق للمشاركين فيه في هذه النسخة 14. وللمزيد حول انطلاقة السهرة الافتتاحية لبرنامج منشد الشارقة يسعدني في هذه اللحظات أن أرحب بالأستاذ سالم الغيثي مدير قناة الشارقة. بداية رحب فيك أستاذ سالم، لو تحدثنا عن ما هي الاستعدادات لانطلاق السهرة الأولى لبرنامج منشد الشارقة. بداية نتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي يدعم هذا البرنامج. الاستعدادات قائمة في هذا الموسم النسخة 14 لمنشد الشارقة، بدءا من تحضير للسهرة الأولى التي سوف تنطلق غدا الخميس. استعدادات طيبة والحمد لله. النسخة هذه تضم مجموعة قوية من الأصوات، يعني ربما نقول جميع الأصوات مميزة في هذه النسخة وسوف تتنافس على لقب منشد الشارقة في نسختها 14. جميل. أستاذ سالم، اليوم مشاركة 12 منشد من 12 دولة عربية، بكل تأكيد سيكون التنافس كبير ومهم جدا. لو تحدثنا عن مثلا أبرز ضيوف سهرات منشد الشارقة وكيف ستكون آلية التنافس في هذا البرنامج الذي يحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي. نعم، سوف يشارك نجوم من الوطن العربي. بداية في السهرة الأولى سوف يكون معنا الفنان علي الحجار، وفي السهرة الثانية سوف تكون معنا فرقة التراث الموسيقية السورية، وفي السهرة الثالثة الفنان حمود الخضر سوف يشاركنا في السهرة الختامية. هذا بالنسبة للسهرات التي سوف تكون في مسرح المجاز. أما بالنسبة لعملية التصفيات الختامية أو في السهرات الختامية، سوف يغادرنا يعني للأسف في السهرة الأولى 3 منشدين، سيتنافس في السهرة الثانية 9 منشدين، وسوف يغادرنا كذلك 3 منشدين، ليتبقى في السهرة الختامية 6 منشدين يتنافسون على اللقب. بكل تأكيد يعني خروج منشدين من منشد الشارقة أو ظهورهم هم في بداية على مسرح المجاز ومسرح الشارقة هي فرصة لأن يعرفهم الجمهور المحب للإنشاد الهادف. طيب إذا تكلمنا عن الجمهور، حضور الجمهور، كيف ستكون آلية دخول وخروج الجمهور ووصولهم إلى مسرح المجاز؟ نعم، تم تخصيص ساحات خلف دوائر الحكومية، سوف تقلهم الحافلات من المواقف المخصصة هناك
إلى مسرح المجاز إلى نهاية السهرة، ومن ثم عودتهم كذلك إعادتهم إلى مواقف السيارات المتواجدة هناك. وندعو الجمهور للحضور في السهرة الأولى التي سوف تنطلق غدا، حيث أن هناك العديد من المفاجآت من ضمنها سحوبات وجوائز قيمة للجمهور، وكذلك الاستمتاع في الأصوات العذبة التي سوف تنشد في هذه السهرة الأولى. إذن الأستاذ سالم الغيثي مدير قناة الشارقة، شكرا لك على هذه الإجابة الوافية والكافية، وبإذن الله نتمنى لكم التوفيق يوم غد إن شاء الله في أولى سهرات منشد الشارقة. إذن مشاهدين الكرام، كما تابعتم هذه هي الاستعدادات الأخيرة لمنشد الشارقة ولأولى سهرات البرنامج التي ستنطلق يوم غد، لتكون هي بداية الطريق لهذا الحدث الفني والثقافي لهؤلاء المنشدين الذين يستعدون لانطلاقتهم يوم غد. الدعوة لكم جمهورنا الكريم في الحضور إلى مسرح المجاز، وبكل تأكيد التذاكر مجانية، بإمكان الجمهور استلامها من مختلف منافذ دخول مسرح المجاز. هذا كان كل ما لدي هنا في مسرح المجاز، العودة إليكم في استديو مركز الأخبار. نعم وليد الأصبحي، كنت معنا من مسرح المجاز، شكرا لك ولضيفك الكريم.